والتحديد ليكون شريكا فاعلا في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للنظام التربوي المغربي. سعيد بالمشاركة في فعالية اللقاء الجهوي المنظم طرف المكتب الجهوي لرابطة التعليم قاسم المغرب بجهة سوس. اللقاء الذي يقارب مجموعة من القضايا التي تهم مؤسسة التعليم الدراسي الخصوصي، ومن ذلك العقد مع الأسر، هذا العقد الذي تبنته وزارة التربية الوطنية طبيعة الحال مع بتشاور مع شركائها من هيئات وممثلي المؤسسات التعليم الدراسي الخصوصي وجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ. العقد الذي انطلق العمل به هذه السنة وسيتم ترسيخ العمل به وتكريسه خلال الموسم المقبل. هي دعوة لجميع الأسر، لجميع أمهات وأباء وأولياء لاطلاع هذا العقد أولا ولإمضائه، لأنه وثيقة تعاقدية بين الأسرة والمؤسسة تحدد واجبات وحقوق كلا الطرفين. الوزارة يعني نظرا لمجموعة من المعطيات ونظرا لمجموعة من يعني الإكراهات كانت ملزمة أنها تأطر هذه العلاقة بين الأسرة والمؤسسات الخصوصية، خصوصا بعد ما أو الأحداث التي عرفتها جائحة كورونا. الأهداف أولا إرساء جو الثقة، إرساء ثقافة الحق والواجب، وكذلك يعني الالتزام بما بالهدف الأساس والهدف الأسمى اللي هو حق الطفل في التربية، تربية متوازنة، تربية فريمون تستجيب لمتطلبات المستقبل الآن اللي أصبح مجموعة من التحديات تطبعه. الآن هذا العقد هذا تيجي كذلك في السياق يتسم أن المدرسة لم تعد ذلك يعني المصدر الوحيد للمعرفة، مصادر المعرفة تعددت، مصادر تربية تعددت، وبالتالي هناك يعني حاجة ملحة إلى إرساء جو من التعاون بين الأسرة والمؤسسة لتفادي مجموعة من الانزلاقات، وكذلك لفهم مشترك لما يجب القيام به من أجل تربية الطفل هذا اللي هو رجل الغد. العقد تأثر هذه العلاقة، العقد أولا في 11 مادة، مادة المواد الأساس اللي فيها هو أولا ما على المؤسسة أن تلتزم به، اللي هو المؤسسة تلتزم به حق الأسرة في الإعلام الموضوعي الخالي من كل يعني الانزلاقات اللي يمكن ما تكونش حقيقة، حق المؤسسة من واجب المؤسسة كذلك أن تراعي حق الطفل في تربية ذات جودة، حق المؤسسة كذلك في توفير فضاء رحب، فضاء ملائم للتربية هذه، وكذلك تأمين الأطفال إلى آخره. يعني ما أنا أن المؤسسة ما عليها ما تلتزم المؤسسة هو منصوص عليه في المذكرات في النصوص المنظمة لأشغال أو المنظمة لوظيفة المؤسسة أو وظيفة المدرسة. الآن ما على الأسرة أن تقوم به، الأسرة يجب أن تلتزم بأولا التعاون مع المؤسسة، ولكن كذلك على مستوى الجانب المادي يجب على المؤسسة على الأسرة أن تفي بالتزاماتها المادية. أن الالتزامات المادية هي شرط استمرار المؤسسة، أن المؤسسات التعليمية لها يعني واجبات تتعلق بأداء بحفظ الأمن المادي للمشغلين بها، لحفظ كذلك شروط الاستمرارية ديالها. الأسرة يجب أن تؤدي ما تم الاتفاق عليه والعقد يلزمها بذلك، يلزم كذلك باحترام ما أو الجوانب التنظيمية للمؤسسة. الجوانب التنظيمية مثلا أجل التسجيل، الالتزام كذلك بالنظام الداخلي للمؤسسة الذي يحدد يعني يحدد شروط النظام، شروط النظافة، شروط الهندام، شروط الالتزام بالغياب إلى آخره، شروط الالتزام بوضع البروفيل، وضع التلميذ كتلميذ. إذن هذا هو الأهم، يعني أن هذا العقد هذا جاء لإرساء هذه الثقافة ديال واجب المؤسسة وحقوقها، واجب الأسرة وحقوقها. بداية حنا جيت سعداء باش نحضروا في هذا الملتقى الجهوي ديال سوس مسا، واللي اختار واحد الشعار اللي هو كنعتبروه شعار المرحلة، اللي هو تعليم مبدع ومبتكر، واللي هو كيتماشى مع الرؤية الاستراتيجية ديال المنظومة، وكذلك مع القانون الإطار، وكيتماشى كذلك مع التوجهات الكبرى للدولة ديالنا. ثم كذلك اليوم هو يستجيب كذلك لمشروع التنموي للبلد ديالنا، لأنه ما يمكنش اليوم نهضروا على التنمية في البلد ديالنا بدون إصلاح التعليم،
ما يمكنش نهضروا اليوم على إقلاع اقتصادي بدون إصلاح المدرسة، ما يمكنش اليوم نهضروا على المستقبل دون الاستثمار في الإنسان المغربي وفي الشباب المغربي ودفعهم الإبداع والابتكار. الحمد لله هذا اللقاء اليوم طبعا الحال غادي يحضروه واحد المجموعة ديال الفعاليات وواحد المجموعة ديال القطاعات في إطار المقاربة التشاركية اللي عندها صلة بالقطاع، واللي هي من خلالها كنحاولوا أننا نتواصلوا معها وكذلك نبلغوها لإكراهات ديال القطاع ديالنا والمشاكل اليومية التدبيرية للقطاع، حفاظا على استمرار ديال القطاع ديال التعليم الخصوصي، حفاظا على الاستمرار، حفاظا على فرص الشغل، حفاظا كذلك اليوم على واحد المكون اللي هو أساسي داخل المنظومة اللي هو التعليم الخصوصي. إذن هذه لقاء جامع للأسرة المتدخلة في القطاع، وكذلك اليوم هو يستجيب كذلك لواحد المرحلة اللي كتعيشها المنظومة واللي تنشدها الأسرة، ينشدها المجتمع، وهو الإصلاح الحقيقي والهيكلي اللي خصو يتماشى مع التطورات السريعة اللي كعرف العالم اليوم فيما يسمى في العالم الرقمنة والذكاء الصناعي، وكذلك تحويل المدرسة إلى مدرسة للحياة والإبداع والابتكار. شكرا. بما يضمن تحقيق التوازن المالي لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها التربوية والإدارية والاجتماعية.